بيجي نبات وي بيجي نبات بيجي نبات والله الاخرى ديجاجي خير نحن جينا لنشرح للمسؤولين في تونس وليسمع الشعب التونسي ما يجري في ليبيا. نحن ما نطالب به وهو أن السياسة في ليبيا تصنع من داخل ليبيا. نحن نعلن بأننا مستعدون للتعاون مع الجميع بشرط المحافظة على كرامة ليبيا ووحدة أراضيها واستقلالنا الذي دفعنا عنه من أجل انتزاعه من الاستعمار الإيطالي أكثر من نصف الشعب الليبي. جينا لنطلب تأييد الشرعية المنتخبة من الشعب الليبي بانتخابات نزيهة وشريفة تحت رعاية المجتمع الدولي. نحن نريد الحوار والاتفاق السياسي، لكنني أقول أنه ليس كتاب مقدس ما يتعارض مع مصلحة ليبيا نحن نرفضه، وما يصب في الاتفاق والوفاق الليبي نحن معه، ونريد أيضا وقوفهم معنا لمنع التدخل الأجنبي في شأننا، لأننا نحن دولة مستقلة منذ أكثر من 65 سنة، لا نريد أن تكون تابعين لأحد أو تحت وصاية أحد.